مشاهدينا ننقل أيضا هذه الصور التي تأتينا الآن أو وردتنا قبل قليل لحريق في مصفات لاناز النفطية على طريق أربيل في منطقة الكويرة بالعراق. إذا تصاعد للدخان، حتى الآن لم تتم السيطرة على هذا الحريق الذي اندلع في هذه المصفاة في أربيل عاصمة كردستان. طبعا الحرائق هناك ليست جديدة، كان في شهر 5 أيضا اندلاع لحريق، ولكن في ذلك الوقت كان بسبب استهداف لعدد من الصواريخ لمصفات نفط في أربيل بشمال العراق، وفي حينها أدى الاندلاع حريق بأحد خزاناته. وهذه صور لليوم ولهذا الاستهداف الجديد أو للحرائق الجديدة، لا نعلم الأسباب الحقيقية حتى الآن، وإن كان هناك أي خسائر بشرية أو أي تفاصيل أوفى حول سبب اندلاع هذا الحريق.